انا اسمي شريفة حامد، انا مهندسة معمارية ومصورة تصوير فوتوغرافي، بشغل على مشروع اسمه داتا لاند، هي مجلة معمارية. فداتا لاند ماجازين is basically a magazine that is concerned with Cairo's built environment. هدفنا ان احنا نجمع مجموعة من المباني في القاهرة ونوثقهم، ونتكلم عن 3D scanning، ونتكلم عن crowdsourcing information through social media، بنتكلم عن إعادة استخدام المباني. A lot of different topics that we don't hear about enough. بس هو في الأول وفي الآخر مهنة العمارة بتتغير، وإحنا بنحاول نوثق بتتغير إزاي، وإيه التولز المتاحة حاليا للمعماريين ان هم يبصوا على المدينة بشكل مختلف. The youth-led civil initiatives ساعدتنا كتير. اولا طبعا بطريقة financial، يعني ساعدونا، they supported us throughout the research phase، ساعدونا ان احنا ندفلوب الفكرة، و surrounded by people that are actually encouraging us، وبيتفاعلوا معنا وبيحاولوا يساعدونا and create a structure for our initiative. مفيش programs كتير بحس بالعالم العربي بيسمحولك انك تتعرف على projects من ناس في المينا region او يعني North African region. فحاسة ان ده مهم كتير، ومهم ان احنا يكون عندنا فرص اكتر ان احنا نكون تبع something يعني of this sort يعني.